انا ام يوسف، عندي 52 سنه. اشتغلت الشغل ده من 4 سنين في البيت، قعدت سنتين في البيت ما بشتغل الشغل ده، وبعد كده جوزي تعب قعدت ما كملتش، وبعد كده توفى. وبعد كده بقى قعدت فكرت انا ويوسف في موضوع الشغل، ان لازم يكون في شغل ولازم يكون في البيت يمشي والدنيا تمشي. فيوسف فكر في الفكره دي وقعدنا ناخد ونيجي مع بعض شوية لغاية ما رتبتها في دماغي وبس، وابتديت انفذها وابتديت انزل. وفي الاول كانت صعبة شوية، وان انا الفكرة اساسا تخش دماغي، وبعد كده نزلت وابتديت واشتغلت واتكلت على الله ومشيت كويس الحمد لله. اشتغلت في البيت سنتين، وبعد كده بقى جوزي تعب ما كملتش. لقيت المهم بعد ما هو توفى رجعت للشغل تاني، رجعت افكر نفكر نعمل ايه نعمل ايه. يوسف فكر في الفكره دي، لقيتها في الاول صعبه شويه بس كان لازم لابد منها. المهم فكرت ودبرنا نفسنا وعملنا الموضوع ونزلنا الشيخ. كان يوسف هو المشجع الاساسي ليا في الموضوع دوت، وما قعدوا كلمنا مع اخواته كلهم بقى يقولوا لي ما حدش فيهم كان مثلا لا يا ماما ازاي وما ينفعش، لا خالص، كلهم كانوا بيزقوني، يعني دفعتهم قويه قوي ان انا انزل. ما حدش فيهم قال لي لا، اخواته الكبار، وهو يوسف يعتبر بعدي فرح، هو فرح اكبر واحد كلهم، واحمد وغزل الصغيره بقت تقول لي اه يا ماما يلا اعملي، وفعلا كانوا معايا ووقفوا معايا، وكل واحد بيقف معايا بطريقه معينه، يعني كل واحد بيساعدني بشكل قوي 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 الحمد لله خالص. مش الموضوع مش مضايقهم في اي حاجه، لان يعني ما فيهاش حاجه تضايق اصلا، وكلهم واقفين، كل واحد واقف بطريقته، كل واحد بيساعد بطريقته، والدنيا ماشيه الحمد لله. بالنسبه للشارع ما كانش فيه صعوبات، لان الشارع شارعي، يعني اهلي ومولوده هنا ومتربيه هنا، والحاره دي بتاعتنا ومولوده وجدود جدودي مولودين فيها، فما فيش اي مشاكل بالنسبه للناس، ما عنديش مشاكل خالص. اللي بيقدر يساعد في حاجه يعني يجيب لي حاجه او يناولني حاجه، اللي سلكه اتقطعت يصلحها لي، خشبه وقعت يعملها لي، يعني كل واحد قايم بيقدر عليه ان هو يهيئ لي الوقفه، ان انا ما ابقاش تعبانه في حاجه. محدش مقصر معايا نهائي خالص، يعني داعمين ليا جامد قوي بصراحه قوي. كانت مستحيله مش عشان هي عيب او غلط، لا كانت مستحيله ان انا كنت بيتبقى زياده عن اللزوم. يعني انا كانت في ناس بتفكر ان انا عزلت، لولا ان هم بيشوفوا ولادي في الشارع كانوا يستغربوا، يعني انا مش موجوده خالص. انا طب يعني طول عمري ما كنتش بنزل سوق او اجيب خضار او اجيب حاجه خالص طول عمري، فما كنتش بنزل الشارع الا كل فين وفين وبالتوك توك من الباب للباب، يعني باب بيتي لباب المكان اللي انا رايحاه. لكن لما جه ان انا افكر ان انا انزل الشغل واقعد طول النهار تقريبا 12 ساعه في الشارع، ده كانت الفكره صعبه قوي ان انا اقعد 12 ساعه في الشارع، دي كانت بالنسبه لي كده كبيره قوي. يعني ببتدي بقى انا بصحى من 9 توضيب وكلام من دوت والحاجات اللي هي ايه بتتعمل في البيت، وببتدي الوقفه فعليا يعني من 12 ل 12. اتعلمت حاجات كتير، اتعلمت حاجات كتير قوي ما كنتش بتعلمها وانا في بيتنا، يعني باخد خبرات من اللي حواليا بتصرف معين بردود الافعال مني اللي كانت لحاجات الاول شكل ودلوقتي شكل. في حاجات اكتسبتها من الناس البسيطه، العامل الصناعي بتاع الانابيب بتاع الفرن، الناس البسيطه دي لما بيحصل اي موقف في ردود افعال كنتش بعرف اعملها زمان، وقت اتعلمت ان انا تبقى مختلفه، معامله كويسه، كله يا امي اللي رايح بتوك توك يا جعان ياما، لسه انت شايفه دلوقتي واحد بفيسبوك بيقول لي انا جعان، يعني نازل منزل من بيتهم جعان. فالناس يعني ايه هم اتلككوا في ان انا اقف، يعني هم صدقوا بصراحه، لا حسيت الناس كلها جعانه مستنيه لما انا اقف. فالحمد لله الحمد لله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، يعني الناس كلها حابه الاكل وحابه انهم ياكلوا من عندي. و بتوع التكاتك بقول لكم هم معديين، اي واحد بفيس بقى، اي واحد بعربيه، عامل النظافه بقى بياكل من عندي، كل الناس. مثلا مواقف زي اللي حصلت لي مثلا ما كنت بشتغل في البيت، كان يطلعوا لي الشباب خلاص بقى عرفوا ان هنا في اكل، الساعه ممكن الساعه 2 الساعه 3 بالليل، انا بسهر الاقي اللي بيخبط، الاقي شابين ثلاثه والنبي امي احنا جعانين، خدي 100 جنيه واكلينا. هتعملوا ايه دلوقتي؟ يقول لك اللي عندك اعمليه لنا. ف 100 جنيه 4000 او 5، اخش اعمل لهم بطاطس محمره واقلي كام حته بانيه واقطع قطايتين مخللين واخليهم واتبلهم واروح معشيهم. فكانت الدنيا ماشيه كده، كان يعني ما فيش حاجه حتى هنا ما برجعش حد، والله يميني حاسبني عليه ربنا وربنا يشهد على كلامي، ما برجعش حد، ما ينفعش. حتى يعني في ناس هنا من دول غير مصر ساكنين في شارعنا
طلبه يعني بيجي مثلا بيسال على الساندوتش بكام، اقول له 8 جنيه، الاقيه بص لي كده وسكت وهيمشي، اقول له تعالى معاك كام؟ طلع لي 5، باخدها واعمل له ساندوتش. في طفل يجي لي كيس مكرونه ب5 بعمل له، الاقي معاه 3 مش مهم بعمل له، ولو لقيته هو يعني ظروف كده بسيبه له واخده واعمل انا. انا مش بقول الحسنه اللي انا بقولها بعملها لا، بس انا بقول ان اللي يقدر يعمل حاجه لحد يعني، وانفقوا مما تحبون رزقا وعلانيه، سلر وعلانيه، ان الرزق ده بتاع ربنا، مش لازم عشان انا جايبه حاجه مكلفاها كذا ابيعها زي ما هي كده واموت اللي قدامي، لا. لما اعمل كده بلاقي والله في ناحيه ثانيه بتيجي من ناحيه ثانيه، فالحمد لله يعني ما بقدر اعمل حاجه لحد طفل او حد كبير بقدر عليها بعملها الحمد لله. مفيش، يومي بقى روتين، بصحى الصبح ساعات بقى 7، بحاول انام تاني لغايه ما تبقى الساعه 9:30، بصحى اعمل الصلصه، اسلق المكرونه، لو في حاجات عايز اعملها زي خلطه الثوم بتاعت الكبده بعملها الحاجات ديت، بس دلوقتي بقى بعملها هنا، كنت الاول بعملها في البيت، بنزل في حاجات بعملها وانا واقفه، سلطه الطحينه بعملها وانا واقفه، يعني في حاجات بنزل اعملها، بعد كده بقى انزل بالحاجه نفرش انا ويوسف ونرص حاجتنا ونبتدي نشتغل لغايه الساعه 12، ببتدي نلم بقى كل ده بيتصبن وكل ده بيتغسل عشان حاجه تبقى نظيفه، بصبن كل ده وبغسل كل ده والحاجه تترص نظيفه وتتشال، واروح بقى تفلكي انت تخيلي بروح شكلي عامل ازاي. طبعا الحمد لله، الحمد لله ربنا بيقدرني. المكرونه بالكبده، المكرونه بالكبده هنا مميزه قوي، الناس كلها بتحبها كبير وصغير كله بيطلبها، والحمد لله، وحتى اسعارها في متناول الناس كلها يعني مش غاليه. المكرونه لوحدها ب 10، المكرونه على الكبده ب 15، المكرونه على الكبده ب 20، على حسب بقى ما اللي عايز، بس من اقصى حاجه يعني اقل حاجه عندي ب 15 المكرونه على كبده. السجق ساندوتش ب 10، الكبده ساندوتش ب 8، في سجق مدخن ب 8، في بانيه، البانيه ساندوتش ب 20، وساندوتش لو الاكبر شويه ب 25، الكريب من 15، البطاطس 35، اي نوع كريب اي حاجه يعني اي نوع كريب، ساندوتش بطاطس ب 5، وفي بطاطس بقى سايبه طبق ب 5، في ب 10، في على حسب العين. كانت حمام، كانت بط، كانت بوفتيك وبشاميل ورقاق، وكانت قبل كده برضو فراخ وحمام وبشاميل ورقاق برضو، يعني دايما هي نوعيه الاكل النواشف دي اللي بتبقى مطلوبه في العروس. تحابيش ام يوسف انا عشان انا لما بعمل الاكل ببقى عارفه اللي هي ايه، بطعمه بحبش وبحب احط له الحاجات اللي هي تطلع الريحه تطلع الطعم، ومنها فيها وفلفل اسود وملح، ما بستعملش بهارات، بس بحب مش عارفه انا بعمل الاكل وانا بحبه، فبحس الاكل بيبقى طعمه حلو قوي. بحب الطبخ قوي، انا بقول لك انا نفسي ان شاء الله، نفسي باذن الله نفسي اعمل ادخل في قناه طبخ، اعمل برنامج طبخ، مش بعيد على ربنا، في ناس كتير بدات من تحت الصفر ووصلت دلوقتي وعندنا على الساحه ناس كتير قوي قوي عملت ووصلت وده عملت قنوات ودخلت وبقت شيف، مش حلم بعيد ان شاء الله قريب.